عن جديد من أرماف، أرماف ريكسوس فورمان. تابعوا معي الفيديو. أهلا وسهلا فيكم أعزائي على الفراغرنس هوليك لبنان، بيروت فراغرنس باشن، بمراجعة جديدة لعطر من أرماف. اليوم رح يكون أرماف ريكسوس فورمان. برجع بذكركم يلي بحب المواضيع اللي بنحكي فيها بتمنى عليه يعمل سبسكرايب ويشترك معنا بالشانل. مثل ما قلنا أرماف ريكسوس، أوكي، تم إصداره 2016 وهو بحاكي الخط تبع الانفيكتوس من باكو رابان. اوكي، رح نبلش بالبرزنتيشن. مثل ما شايفين عندي الفول برزنتيشن، العلبة والقنينة. مثل ما تشوفوا العلبة كتير مرتبة، كتير سميكة، عليها رسم مثل كأنه رخام، مثل صخرة الرخام. اوكي، هون عندنا لوجو أرماف، من قدام ريكسوس فورمان او دو بارفان، تركيزها او دو بارفان وساعتها 100 ملي. من ورا ستيرلينج، شركة الام، مع لوجو الارماف ومعلومات هون. اوكي، شوفوا العلبة كيف تفتح، والقنينة تجي بهالشكل بقلبها. كتير برزنتيشن حلوة، مثل عطور النيش تجي البرزنتيشن. اوكي، من تحت كمان في عنا انفورميشن وفي تاريخ الاصدار ورقم الباتش. انا عندي 1/2018، اصدار 2018 شهر 1/2018، وميد ان فرانس، ميد ان فرانس. اوكي، هيدا بالنسبة للعلبة. القنينة كمان شكلها كتير حلو، كتير هيك مرتبة. عنا على الغطا مدموغ أرماف، غطا حديد في كتير وزن، غطا حديد. اوكي، هاي القنينة شوفوا كيف شكلها. من تحت في ستيكر مع المعلومات، على السبراير هون كمان سبراير أرماف، مدموغ أرماف على السبراير. اوكي، السبراير كتير منيح، مقبول. اوكي، من قدام ريكسوس فورمان. اوكي، الغطا يعمل صوت هيك حلو، الصوت حلو. اوكي، ريكسوس فورمان. هلا بالنسبة للريحة، مثل ما قلت لكم هيدا العطر بحاكي اللاين، الخط العطري تبع الانفيكتوس من باكو رابان. شي بيقولوا انفيكتوس، شي بيقولوا انفيكتوس اكوا. انا الانفيكتوس اكوا ماني شاممها اصلا، الاصدار الانفيكتوس اكوا طلع بال 2016 ما عاد موجود، واذا موجود سعره كتير غالي. هيدي الريحة أنا لقيتها من، أنا بعرف الانفيكتوس العادية، لقيتها من خط الانفيكتوس. يعني مثل ما قلت لكم، حكيت قبل عن اللطافة النجدية، ورجعت حكيت عن رصاصي هوس، وهيدي تقريبا هولي من زيت الخط. يعني يلي بيملك حيالله عطر من هول التلاتة اللي حكيت عنهم، في يكتفي بعطر واحد منهم، مش ضروري يجيب التلاتة. بس انا بما اني عندي كولكشن وبحب اجمع عطور، اشتريتهم ثلاثتهم، بس وحدة منهم هي كافية. بالعطر في عنا فواكه الاكزوتيك فروتس، يعني الاناناس، المانجا، جميع انواع الحمضيات بالافتتاحية،
وهول الاكزوتيك فروتس هن اللي بيعطوا سويتنس بالعطر. منه كتير سويت مثل النجدية، السويتنس اللي فيه منه كتير قوية مثل النجدية، وأقل شوية من الهوس كمان تبع الرصاصي. يعني السويتنس تبعه جاي من الفواكه، حاسس انه في شوية باتشولي هيك نقطة عشبية، هي الباتشولي، وفي شوية بهارات، وأكيد المسك، في مسك بالدراي داون ماسك، يعني بيعطيكم ريحة النظافة كريحة. كتير عجبني كريحة، يعني حتى عجبني أكتر من النشدية، من اللطافة. بالنسبة للفصول أكيد ممكن ينحط كل أيام السنة لأنه عطر قوي، هلا رح نحكي عن أدائه، بس أكيد يفضل بالصيف بالطقس الحار، يعني بيطلع كتير حلو بالطقس الحار، بيعطي جماليته بالطقس الحار، العطر كتير حلو. بالنسبة لسعره وتواجده بالأسواق، عم بينحكى إنه هذا العطر تم توقيف إصداره، بس ممكن بعد يلتقى. بتلاقوه تقريبا بحدود $25 لـ $30، يعني اكيد هلا بس يصير وجوده قليل اكيد رح يغلى شوي، بس انه انا اشتريته بحدود يمكن $27 تقريبا، بس مش مفروض يتخطى الـ$30 سعره ك اه اودو بارفان 100 ملي. اوكي، بحبها هذه التأسة هيك هيك بتعني لي. هلأ بالنسبة للأداء، اللي هي النقطة الكل بينطروها، أداءه كتير منيح على العطر. عندكم أول ساعة ونص فواحين كتير قوي، أول ساعة ونص الكل رح يلاحظوكم، وثبات من 6 لـ 7 ساعات بكل سهولة وبكل بكل ثقة بقولكم في 6 لـ 7 ساعات ثبات. اوكي، وبالاطراءات اكيد رح تاخدوا اطراءات عليه، خصوصي من الصبايا الحلوين، يعني بالاطراءات تقريبا نفس الشيء مثل او اقل شوية من هوس. اوكي، كتير رح يجيب لكم اطراءات. هيدا هو ريكسوس، اذا فيكم تحصلوا عليه، إذا ما عندكم هوس أو نجدية ولقيتوا هذا العطر موجود بمحل أنتم كنتوا عم تشتروا عطور وسعره بين $25 لـ $30، أكيد بنصحكم تاخدوه. أوكي، هلا بما إني رجعت نجدية وهوس ومؤخرا هلا اليوم هيدا، فرح نعمل هيك تشبيه سريع بيناتهم، رح أحطهم من الأحسن بالنسبة إلي. أكيد كل شخص ممكن تتغير بالنسبة لكل شخص، بس أنا على بشرتي بالنسبة للأداء والفواحين والإطراءات اللي أخدتها هعمل لهم ريتنج، مين أحسن مين أقل مين أقل. هن تلاتتهم منيح، بس إنه رح نعمل هيك بشكل مختصر. عندنا الهوس والنجدية. أوكي، بالنسبة إلي أنا ككواليتي وكفواحين، عم بحكي ككواليتي وفواحين، عندي هوس. اوكي، بتكون هي حط الهوس بالمرتبة الأولى، برجع بالمرتبة الثانية الريكسوس. عم بحكيكم أنا بالنسبة لرأيي وكيف تجربتي مع هالثلاث عطور. بالمرتبة الثالثة نجدية من لطافة. أوكي، ممكن الناس يفضلوا النجدية أكتر ممكن، بس أنا بالنسبة إلي هوس ريكسوس لطافة. لطافة لقيتها فيها كتير سويتنس أكتر من اللزوم، يعني و السويتنس مع الجرين، يعني النوتات الورقية اللي فيها ما كتير حبيتها كتير كتير، يعني بس انه مقبولة بالنسبة لي.
فمشان هيك حطيتها بالمرتبة التالتة. فهذا الترتيب، 1 2 3. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالشانل، وبنشوفكم بفيديوهات جديدة.